مباشرة إلى تفصيلات الجولة الإخبارية لهذا اليوم، حيث قالت خلية الإعلام الحربي إن أفراد الشرطة الاتحادية قتلوا 23 من عناصر تنظيم داعش في قصف استهدف رتلا لهم في حصيبة، فيما قتل قناصو الشرطة 4 مسلحين أثناء محاولتهم تفخيخ مدرسة في منطقة المضيق أو المضيق. يأتي هذا في وقت تواصل فيه القوات الأمنية عملياتها العسكرية لتحرير محافظة الأنبار بالكامل من عناصر داعش، حيث تمكنت هذه القوات من السيطرة على الجزء الجنوبي لمرتفعات البعيثة ومن تطهير حقل ألغام شمالي البعيثة وتدمير 9 أوكار تابعة للتنظيم وقتل 5 مسلحين في غارة نفذتها القوى الجوية ضد مواقعه. إلى ذلك نفذ طيران التحالف الدولي ضربة قرب البعيثة أسفرت عن قتل 11 عنصرا من مسلحي داعش وتدمير وكر لهم. هذا وقام جهاز مكافحة الإرهاب باصطحاب وسائل الإعلام إلى مبنى جامعة الأنبار لشرح عملية تحرير الجامعة من عناصر داعش. تقرير عمر العبيدي. بعد تحرير جامعة الأنبار وإجراء مسح ميداني لها من قبل جهاز مكافحة الإرهاب وعثورهم على مذاخر ومستودعات ضمت عشرات الأطنان من الأعتدة والذخيرة ومئات العبوات الناسفة ورشاشات أحادية متعددة، قائد جهاز مكافحة الإرهاب ومن خلال تواجده مع القطاعات المحررة أكد حرص القطاعات المقاتلة على عدم إلحاق أضرار بأبنية الجامعة ومحتوياتها أثناء عملية تطهيرها من داعش، معلنا الشروع بتفكيك مئات العبوات التي زرعها المسلحون في أغلب أبنية الجامعة. نفذنا هذا الحال، ولكن هؤلاء الأوغاد بعد هزيمتهم وبعد خذلانهم فخخوا جميع المرافق الجامعة وفجروها. قد تكون هناك بعد عبوات موجودة ضمن المنطقة، وإحنا متأخرين بهذا الجانب لأنه قلة الجهد الهندسي اللي يقدر يغطي هذه المساحة الواسعة. المقاتلون المرابطون في جامعة الأنبار أعلنوا استعدادهم خوض المعارك المرتقبة لطرد داعش من المناطق السكنية في الرمادي، فيما أكدت كتيبة الهندسة الميدانية معالجة أغلب البنايات المفخخة، مؤكدين قدرتهم على تنظيف جامعة الأنبار من العبوات وتسليمها للجهات المختصة. حررنا جامعة الأنبار إن شاء الله قريبين على مركز المحافظة إن شاء الله بشرى الشعب العراقي كلهم. أنا كردي من جهاز مكافحة إرهاب، أحب العراق بس ماكو منا منا. العملية إن شاء الله مستمرة حيل الله، وإحنا إن شاء الله موجودين جهاز مكافحة إرهاب، أي معركة إحنا موجودين ومنصورين بعون الله. القوة الضاربة لداعش، جرذان داعش، وإن شاء الله ما يقدرون كل شيء، وهالأبطال بوجود هالأبطال تشوفونها إن شاء الله حررنا الجامعة وإن شاء الله مستمرين بالقتال. قدرنا نعالج هاي البنايات المفخخة وما بقى إن شاء الله إلا جزء قليل وترجع كوكبة الطلبة. الأعزاء أخوتنا الفاضلين الذين تهجروا مننا يرجعون البناياتهم والمقراتهم. ومن ساحات القتال في جامعة الأنبار نال بعض القادة الميدانيين المشمولين بالترقيات العسكرية رتبا جديدة تم تقليدهم بها من قبل قائد جهاز مكافحة الإرهاب بطريقة لم تكن معهودة سابقا وفق المراسيم العسكرية. هنينا المترقين وقلدناهم الرتب بطريقة غير تقليدية، لا قاعة مبردة ولا قاعة مفروشة بالمرمر والكاربد المميز. اليوم كرمناهم أو يعني لبسناهم رتبهم الجديدة في أرض المعركة في التراب وتحت أشعة الشمس. عمر العبيدي، الحرة. كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي عن أن إيران تعهدت بتسليح القوات العراقية بأسلحة متطورة وبأسعار تشجيعية وكفاءة أفضل من الدول الأخرى. وقال الزاملي في مؤتمر صحفي اليوم إن هذا التعهد حصل عليه خلال زيارته الأخيرة إلى طهران التي هدفت إلى الاطلاع على مجريات العمل الأمني والإمكانيات العسكرية المتاحة بعد رفع الحظر عن إيران والسماح لها بالتعامل مع الدول الأخرى.
لأن هي دولة جارة تمتلك إمكانيات عسكرية كبيرة، تمتلك معلومات استخبارية متطورة، هذه تكون في حدود السياقات الرسمية وحسن الجوار، وإيران فتحت مخازن العراق في حربها ضد داعش. يجب أن تكون الأسلحة التي تقدم للعراق بكفاءة بل أكثر من كفاءة الأسلحة التي نستوردها من الصين وروسيا على سبيل المثال، وبسعر يجب أن يكون سعر تشجيعي، أن لا يكون بأعلى من الأسعار التي هي سائدة في السوق وخصوصا التي نتعاقد فيها مع أمريكا ومع روسيا ومع دول أخرى. يجب أن تكون، ووعدونا أن تكون الأسعار أقل من السعر، وكذلك تكون النوعية أفضل. اختتم وزير الدفاع خالد العبيدي اليوم الأربعاء زيارة إلى موسكو استمرت يوما واحدا، بحث خلالها زيادة التعاون العسكري بين البلدين. ونقلت صحيفة روسية عن مصدر في أجهزة الأمن الروسية قوله إن الجانبين بحثا في تسليم العراق قطعا مدفعية وأسلحة مضادة للدروع وقذيفات بعيدة المدى ومقاتلات. وبحسب إيغور كروتشينكو مدير مركز تحليل التجارة العالمية للأسلحة، فإن روسيا اليوم تعد أحد أهم شركاء العراق في المجال العسكري، وأن بغداد ترى فيها شريكا ذات مصداقية. ولمناقشة آخر التطورات الأمنية ينضم إلينا مباشرة من بغداد الخبير الأمني هشام الهاشمي. سيد هشام، أهلا بك معنا. نبدأ بآخر المعلومات لديك من فضلك بشأن التطورات الأمنية في الأنبار. حقيقة التطورات تقدم كثير بالنسبة للقوات المشتركة ومن يساندها في الجبهة الشمالية والجنوبية من الرمادي. الجبهة الشمالية اليوم تقدم كان واضح، مضت 3 أسابيع وهم في عملية فصل المناطق والبؤر الصعبة في منطقة الجزيرة اللي هي الجبهة الشمالية، فصل منطقة البعيثة عن البفراج، عن البغانم، عن البودياب، ثم بعد ذلك قاموا بالتقرب إلى هذه المناطق. فيما وقع لي من العلم أنهم اليوم تم تحرير منطقة البودياب، ولا يبعدون اليوم أكثر من كيلومتر أو كيلومتر ونصف عن مقر عمليات الأنبار الذي ما تزال تسيطر عليه داعش. طيب. أيضا اليوم سيطروا على الطريق الجراشي البفراج، وهذه حقيقة خطوة مهمة جدا. المعركة في المنطقة الشمالية تختلف عن المنطقة الجنوبية من الرمادي. في الشمالية هي منطقة أراضي واسعة، فبالتالي من يسيطر على الطرق المعبدة وضفاف النهر هو من ينتصر. أما معركة جنوب الرمادي هي معركة أحياء، ولذلك في الأيام القادمة سوف نسمع تسميات كثيرة للأحياء، حي التأميم، القادسية الأولى، القادسية الثانية، الأندلس، الحوز وهكذا. هذا في المنطقة الجنوبية. أما المنطقة الشمالية في الغالب إذا سقطت الطرق المعبدة وضفاف النهر سوف تحرر بشكل مفاجئ. طب كخبير أمني سيد هشام، كيف تقيم سير المعارك في قطاعي الرمادي والفلوجة؟ بالنسبة للرمادي هناك تقدم واضح، والاستراتيجية والتكتيكات داخل الاستراتيجية تمشي على نسق. نعم هي معارك حرب مدن وشوارع، وبالتالي تكون هي سقوف الزمنية لها كلها غير منطقية. لا نستطيع أن نقول اليوم حررنا وانتصرنا حتى يتم النصر بأجزائه الأربعة، التحرير والتطهير ومسك الأرض وعودة الأهالي النازحين. هذه الأربعة إذا توفرت في مكان ما ممكن أن نقول انتصرنا. كل هذه العمليات التي تحدث منذ 3 أسابيع هي عمليات قطع طرق الإمدادات على التنظيم واستنزافه عن طريق سلاح الجو والسيطرة على الطرق المعبدة داخل هذه المناطق. كيف تصف الوضع في بيجي؟ بيجي المشكلة الآن لم نسيطر على الطرق الشمالية الغربية، طرق الإمدادات لا تزال بيد العدو، وأيضا لا يزال هناك جيوب متعددة في أحياء بيجي لهذا التنظيم. يقومون بعمليات إرهابية غادرة، كلما استقرت القوات المشتركة في حي من الأحياء محررة له حتى يفاجئوا بعمليات انتحارية. بالتالي ما لم يتم السيطرة على الطرق الشمالية الغربية باتجاه نينوى لا يمكن تحرير بيجي أو إعلان النصر المؤكد في بيجي. ما هو تعليقك طيب على تصريحات رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية بشأن التسليح من إيران؟
والله نحن نعرف انه هذه جهه رقابيه، وكان يعني الاولى بالسيد الزاملي وهو رجل معروف بنزاهته ان يبتعد عن صفقات السلاح والعقود التي غالبا كل من تدخل فيها تلوثت سمعته وتلوثت يداه باشياء تعرف يعني مخالفات في النزاهه. بالتالي هناك لجان مختصة في مجلس الأمن الوطني هي التي ترجح ما هو الأنسب وما هو الأحسن، وبالتالي البرلمان ينظر ويراقب هذه الصفقات كيف ذهبت وإلى أين ذهبت. أما أن يأتي البرلمان فيرجح جهة تصنيعية على أخرى لا أجده مناسبا، وهذا التدخل حقيقة في شؤون المجلس الأمن الوطني الذي هو من شأنه الوحيد أن يتعاقد على صفقات السلاح. طيب، وكيف تعلق على التصريحات الروسية بشأن اعتبار العراق لها أي لروسيا شريكا أساسيا ومهما في المجال العسكري والتسليح؟ وهذا هو واضح وواقع من أنه معظم سلاح القوات المشتركة العراقية بكل أصنافها هو سلاح روسي، وأيضا معظم الخبرات العراقية هي أو العقيدة باتجاه التعامل مع السلاح، العقيدة العسكرية العراقية هي عقيدة روسية أو عقيدة مرتبطة بالشرق الأوروبي أكثر من ارتباطها بالغرب. نعم لدينا سلاح نوعي من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا لبعض العمليات الخاصة ولبعض الفرق والأصناف المتخصصة من القوات العراقية. نعم، كنت معي مباشرة من بغداد الخبير الأمني هشام الهاشمي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.